نرجع لطبقنا اللي راح نضبطه، مرقة الدجاج العربي مع شوية الخضرة اللي انتم شايفينها هذه، وراح نضبط مع المرقة اللي هو العيش اللي كثير من الناس تحبه، اللي عبارة عن دقيق ولبن ومويه، على أحلى مرقة على كيفكم الدجاج العربي. يلا خلونا نشوف المكونات هذه كيف بنضبطها إن شاء الله، وكيف بنسوي أحلى عشاء راح يعجبكم بمشيئة الله. سخنا القدر، راح ناخذ زيت زيتون او زيت عادي، كل على حسب الرغبه اللي راح ياخذها. نحط زيت زيتون، وعلى طول راح اضيف اللي هو ايش البصل، ثوم حسب الرغبه، عندكم فلفل رومي وعندكم القرن الجميل هذا اللي هو فلفل حار للي يحب، نضيفه مع بعض. قلب شوي، بسم الله، لبنا البصل شوي، يجي وقت ايش اللي هو الطماطم، راح ننزل الطبق نقلب. قلبة حاجة بسيطة يعني ما نطول عليه، يجي وقت ايش اللي هو حق الكبدة حق الدجاج العربي، وعندنا ننزل القطع اللي موجودة ونقلبها. انتهينا من التقليب، بيجي بعدها اللي هو يضيف على طول على السريع اللي هي بهارات. انا راح اضيف كمون، حاجه بسيطه، لا زيت شوي ما في مشكله، ونعطيها برضه شويه ملح، هذا هو ملح، هذا برضه كفايه، وعلى طول ننزل المويه. بسم الله، على حسب الكميه الموجوده. يا سلام، انا اقول كذا كفايه عليا وزياده. انا نقلب، يا سلام، نرفع النار حتى تطبخ وبنشوف وزنية الملح ونشوف كل حاجة بعدين نكمل. طبخت المرقة الحين، راح نقصر عليه النار ونغطيه ونتركه لمدة 20 لخمسة وعشرين دقيقة إلى 30 دقيقة على حسب حجم الدجاج العربي. أحلى مرقة على كيف كيفكم. يلا نسوي فيها العيش الحين. نرجع لموضوع العيش، راح أشيل المرقة من هنا على العين الصغيرة وأجيب القدر الصغير، راح أضبط العيش فيه، في قدر صغير يكفيني وعلى حسب الكمية اللي أنا محتاجها. طيب عندي هنا لبن من السوق، لبن ثقيل حامض معروف، اللبن الحامض مثل شوي، ايوه هنزل اللبن اللي موجود. بكوب من ايش؟ بكوب من المويه، يعني تنزلون كل كوب من اللبن لازم له كوب من المويه. راح اجيب هنا الدقيق، انا قسمته كان قبل شويه مليان، لا هو نص كوب ويمكن زياده حاجه بسيطه، فانا راح اضيف اول شيء ملعقتين، وهذا اخليه على جنب عشان اثقل فيه العيش. بسم الله، اول شيء نجيب مضرب ولا ملعقه ونحرك. بسم الله، حرك لين تم يعني المكونات كلها مع بعض تاخذ على بعضها. حركنا المكونات مع بعض، بقي عندي حاجه بسيطه راح اضيفها اللي هو ملح على حسب الكمية اللي انتم تبغون، على حسب كمية اللبن. مزجنا المكونات مع بعضها اللي هو اللبن والموية بنفس الكمية، وأضفنا عليها الملح وملعقتين أو ثلاث ملاعق من الدقيق، وصار هذا هو المكون قدامكم. خلاص، إيش اللي باقي بعده؟ راح أولع النار، راح أخليه حتى يغلي. وطريقة إني أنا أحط اللبن مع الدقيق مع الموية علشان إنه لو حطيت اللبن وغليته راح يفصل، فلازم نربطه بالدقيق أول شيء عشان يعطينا أحلى عيش. على كيف كيفكم، راح ننتظر حتى يغلي. انا قصرت النار عشان نشتغل مع بعض. ها نبدا نحرك، شفتوا كيف التجميده هذه؟ هذه تجميده الدقيق، حرك ما نوقف، نرفع النار الحين يلا الين يبدا في الغليان. انتم بتلاحظون في تغير في اللون، حاجه بسيطه، يبدا في فقاعات براكين تطلع في نفس البراكين، اي براكين عشان تشوفونها زي كذا. خلاص ونبدا نحرك، اهم شيء ما توقفون التحريك، تقعدون باستمرار بالطريقه هذه الين تتماسك وتكون عندنا اللي هو العيش بذاته. اهم شيء التحريك المستمر للعيش، بدا يثقل شوفوا، بس ما هو الثقل اللي احنا نبغاه. باقي عندنا شويه دقيق هنا راح نضيفه بمشيئه الله. شوفوا ابغاكم تشوفون لما ارفع النار البراكين، ها شفتوا البراكين اللي تطلع الفقاعات ذي، هذا هو بدايه ثقل العيش وبدايه مرحله نضوجه، لكن احنا باقي في البدايه يعني ياخذ وقت. ها شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيف يبدا، بيبدا يفصل يفك عن جدار اللي هو القدر نفسه. انا راح اضيف دقيق صراحه قدامكم حتى التصوير شغال، ابيكم تشوفون. ها اضفت دقيق، هو نص الكوب، كوب اللبن بكوب المويه معها نص كوب من نفس الكوب
حركه بعد حركه حركه حركه. يا سلام. اوكي خلونا نقرب لكم التصوير اكثر عشان نشوف ونعرف وش اللي عندنا. طبعا من العلامات اللي تبين انها بدا ينجح اللي هو ينفصل عن القاعدة الأساسية. شوفوا هذا هو القدر أسفل القدر وهذا هو العيش ما شاء الله تبارك الله على حسب الثقل اللي أنتم تبغونه. طبعا يجمد بعد ما يبرد يصير شوي جامد وكويس وشكليته حلوة، لكن أفضل وقت نخليه يمكن يأخذ نصف ساعة مع التحريك المستمر. أهم شيء ما نغفل عنه وما يكون على نار عالية يحترق في البداية بسرعة. يعني ها نقفل النار نقصر النار شوي نرفعها شوي، إذا بعد ما تعدى نصف ساعة من التحريك وكذا وضمن أننا نجح نرفع عليه النار شوي نشوطه من تحت أو نعطيه شوية حرق من تحت لأنها النكهة تكون في قاعدة القدر. إن شاء الله لكم استفدتوا من الحركة ذي، بس جميلة جدا يعني شوية عيش مع شوية برق حاجة رائعة صراحة، وطبق لذيذ جدا لما يبرد هذا العيش يطلع لذيذ مع المرقة اللي راح نسويها بمشيئة الله. راح ننتظر شوي إلى أنه يستوي وبعدين نرجع كذا استوى على الآخر. راح نقفله وأخذه وأحطه في صحنة أو في صحن التقديم على حسب أنتم ما ترغبون. أبيكم تشوفون هذا العيش الجميل، بسم الله ما شاء الله نزل كامل. يا سلام القاعدة هذه اللي أنا أبغاكم تشوفونها، هذه قاعدة يقولون لها عندنا في الدير الشويطة، هذه تطلع بسهولة. حط فيها موية وخلها مدة ساعتين كذا وراح تفك عادي من حالها بدون أي إشكالية. يعني لا أحد يقول قدر احترق، ترى عادي إحنا نبغى يحترق علشان يطلع لنا النكهة الجميلة في حالها. شوفوا العيش ما شاء الله تبارك الله، هذا العيش راح يبرد وراح ناخذه مع أحلى مرق. خلونا نجيب المرقة حقتنا برضو، بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا اروع ما شاء الله. طب مرقة دجاج عربي ما عيش على كيف كيفكم، هتوريكم هذا بعد ما يبرد ان شاء الله احلى عيش. مع خلصنا من طبقنا المتواضع اللي هو عباره عن الدجاج العربي مع مرقة الدجاج العربي والعيش وعندنا شويه البصل والليمون. صدقوني الوجبه هذه المتواضعه الخفيفه كثير من الناس يحبونها وكثير من الناس يستمتعون بتناولها، جدا صحية وجدا رائعة وجدا لطيفة. أتمنى أنها تكون عجبتكم وإن شاء الله لكم استفدتم منها يا حباني. أشوفكم على خير.